ولما لم يبقى مع الحسين إلا أهل بيته وأصحابه ولما لم يبقى مع الحسين عليه السلام من أهل بيته ومن أصحابه إلا العباس، العباس ضاق صدره من البقاء وهو ينظر إلى إخوته إلى أحبته وهم صرعى على ثرى كربلاء على الصعيد الحار. التفت إلى أخيه الحسين قال: أخي يا حسين دعني أقاتل بين يديك، لقد ضاق صدري من هؤلاء القوم وسئمت الحياة. نظر إليه الحسين نظرة عزيز نظرة آيس منه، قال: أخي العباس أنت صاحب لوائي وكبش كتيبتي، وإذا مضيت تفرق عسكري. أخي العباس لا تتركني وحيدا. لذلك الحسين نظر إليه ولسان حاله ماذا يقول؟ قل لو دعت الله يا عيوني والله نيتكم وحيد تخلوني تتركوني وحيدا في عباس بلا ناصر وبلا معين. أراد العباس أن يقبل نحو القوم، سمع نداء سفينة والأطفال ماذا ينادون؟ العطش العطش إن العطش قد أحق قلوبنا. أبد نفس العباس إلا أن تحضر الماء، مضى نحو المشروع، أراد أن يملأ التربة للأطفال للعطاشة للأكباد الحرة، يشفع العسكر عن المشروع. وصل إلى الماء أخذ غرفة من الماء بيده أدناها من فمه وقلبه يتقطر وقلبه وأحشاؤه عطشا. ولذلك لما أدناها من فمه وأحس ببرودة الماء تذكر من؟ تذكر أخاه الحسين العطشان الغريب، تذكر زينب، تذكر الرضاع، تذكر سكينة، تذكر الأطفال. رمى الماء من يده وقال: والله لا أشرب من هذا الماء شربة. وأخي الحسين وأطفاله كلهم عطاشا. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده فيداي سالمتين وضربهم
يا خويا
مقتله ماذا يجيب العباس؟ يقول له واستجب دعاءه
يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا الله عزل في فرج مولانا مهتدنا صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفدا يا الله اجعلنا من أنصاره وأخوانه المستسلمين بين يديه طائعين غير منكرين يا الله إلى روح أموات وأموات الحاضرين من مات عن الإيمان سيما الشهداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع ذكر محمد وآله